يعطي السلام، الله يحفظ، الله يحد الباس يا ربي، الله يحد الباس يا ربي، الله يحد الباس يا ربي. شوفوا شنو واقع، شوفوا شنو واقع، شوفوا شنو واقع مشاهدينا الكرام. في هذه اللحظات فوتو او دير ريزورس علاش فيه العافيه. وفي هذه اللحظات كيف ما كتشاهدوا معنا عناصر الواقع المدنيه بمجهودات كبيره كتحاول انها كيف ما كتشاهدوا معنا على المباشر مشاهدينا الكرام. هذا هو الريزو اللي شعلاش فيه العافيه، اللي مازال شعل فيه لحدود الساعه، مازال شعل فيه مجهودات كبيره كقوم بها عناصر الواقع المدنيه لاخماد هذا البوطو اللي شعل فيه العافيه. البوطو ديال الريزو كيف ما كتشاهدوا معنا هي رائحه قويه 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 كاينه هنا بالمحيط. عناصر الوقايه المدنيه حاضره هنا وبقوه كيف ما كتشاهدوا معنا على المباشر مشاهدينا الكرام. مجهودات كبيره كيقوموا بها لاخماد حريق اشعال البوطو ديال الريزو. الصفه الامني كبير على المكان لتحييد الخطر عن السكين. بطو هذا بطو مازال شاعل فيه العافيه، مازال العافيه من جهه اخرى شاعل فيه. شارع الفيدا، بشارع الفيدا خصني شي صار. وعناصر الوقايه مازال مشاورات باش انهم يحيدوا الخطر عن الساكنه. رجال الامن حاضرين وبقوه، الناس كيدوزو كيبغوا انهم يشوفوا، ولكن ماشي في الصالح ديالهم انهم بقاو واقفين بزاف هنايا. كاين واحد الرائحه خطيره، كاين بكل صراحه. شوفوا معنا حنا نحاولوا نقربوكم اكثر من الصوره مشاهدينا الكرام. عناصر الوقايه المدنيه في مجهودات جباره كيقوموا بها في هذه اللحظات. الشارع فيدا الريزو ديال بوطو ديال الريزو اللي في شارع الفيدا معروف فرا شعلاش فيه العافيه. هادي تقريبا ويلا عناصر الوقايه المدنيه مجهودات جباره كيقوموا بها باش انهم محاوله اخماد هذا الحريق. واخا شي صار في كازا في كازا في كازا. شو 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 يا رب السلام. يعني داكشي متلاشياش عفوا ديال البوطو ديال الريزو بداو كيطيحوا من فوق البوطو. الوقايه المدنيه طالعين فوق حاليا باش انهم يحاولوا يخمدوا هذا الحريق اللي واقع في هذه اللحظه. عناصر الوقايه المدنيه كيقوموا بواحد المجهود اللي كبير كبير كبير، كذلك عناصر الامن الوطني اللي كتحاول انها تبعد الناس حيت هذا مكان ديال الخطر وخاص حتى واحد يقرب من هنايا. يعني شوفوا معنا مشاهدينا الكرام عناصر الوقايه المدنيه مجهودات كبيره اللي كيقوموا بها في هذه اللحظات. شوفوا معنا شنو واقع على المباشر بشارع الفيدا، مشاورات بين عناصر الوقايه المدنيه كيفية إخماد هاد الحريق. مازال العافية شاعلة، مازال شاعلة العافية، راه مازال شاعلة مشاهدينا الكرام، مازال ما طفات. شوفوا معنا شنو واقع مشاهدينا الكرام على المباشر. عناصر الوقايه المدنيه صفار امني كبير في عين المكان. محاولات كثيره لاخماد هذا الحريق اللي شاعل في هذا البطو. مازال شاعل، مازال شاعل عافية، راه مازال شاعلة عافية، راه مازال شاعلة.
هنا بشارع الفيدا مشاهدينا الكرام. Oh.